يعني هو كان الموضوع عادي خالص، يعني ما على اللي باخده برجع اذاكره مش اكتر ولا اقل، بس هو الموضوع ما فيه ان هو توفيق من ربنا مش اكتر. من 6 ساعات وطالع ايام المراجعه طبعا محدش بيحسب هو بيذاكر قد ايه وكده. هو في الاول وفي الاخر يعني الواحد بيحاول يبذل اقصى ما عنده، وبتوفيق ربنا يعني النتيجه بتطلع بقى، يعني طبعا كله توفيق ربنا. دايما بصحى من بدري وكنت دايما بذاكر اول باول، يعني يوم بيوم على طول عشان ما اجلش حاجه عليا او اراكم حاجه. شوية بس كنا مبسوطين جدا، ما كناش متوقعين، فانبسطنا جدا. ما كنتش بحسبها بالظبط، بس كنت لما بصحى مش بخلص، يعني مش بنام غير لما اخلص كل اللي عليا وكل اللي ورايا، لكن كان في الاغلب بخلص 8 9 مثلا بالليل واكون خلصت كل اللي ورايا وخلاص جاهز بقى على النوم. يعني مش بحسبها بالظبط بس كان يعني 10 ساعات اقل شويه. لا يا طقوس مذاكرتك كانت عامله ازاي يا كريم؟ يعني هو كان الموضوع عادي خالص، يعني ما على اللي باخده برجع اذاكره مش اكتر ولا اقل، بس هو الموضوع ما فيه ان هو توفيق من ربنا مش اكتر. مش عارف كام بالظبط، بس ممكن يبقوا 5 أو 6 أو 4 يعني على حسب الواجب. بس يعني ماكسيموم 6 ساعات. يعني على حسب بالظبط، هو على حسب الواجب بيقعد قد ايه، مدته قد ايه. ازاي كنت بتنظم وقتك؟ بنظم وقتي ان انا اكتر حاجه هي بتساعد في تنظيم الوقت ان انا الواجب اللي خدته النهارده اعمله النهارده، ما اعملوش بكره علشان ما يبقاش بعديها عندي واجبات ثانيه وكده. اخلص الواجب في نفس اليوم بتاعه عشان ثاني يوم يبقى عندي واجب ثاني وبعد كده. هيتكلموا عليا.